الآن في الشأن الداخلي التونسي، ما حجم الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات؟ هي يعني أضرار كبيرة، وهنالك حتى ضحايا بشرية، نحن نعزي عائلاتهم. ومن جانبنا يعني كتكتل نتابع عن كثب المجهودات التي تقوم بها أجهزة الدولة والحماية المدنية والجيش الوطني، وكتكتل وكحزب وضعنا مقراتنا في كل جهات الجمهورية على ذمة الضحايا وعلى ذمة من لحقهم الضرر.